طيب بعد يعني كل الأسباب اللي حضرتك قلتها دي، الحل إيه؟ الحل هو زي ما قلت لك، هو بلاش اليويو دايت اللي أغلب الناس بتعملها. إنقاص الوزن مسألة محتاجة التزام لفترة من الوقت، مش محتاجة حرمان، لأن من أسباب فشل الدايت هو الحرمان. الحرمان بيخليك دايما في حالة اكتئاب. لما بيبقى في حالة اكتئاب، احنا مش عاوزين اكتئاب، ما هو انت بتعمل دايت وبتكتئب، هيزيد عندك هرمون الكورتيزون نتيجة للاكتئاب والهرمونات اللي بتضاد الانسولين، وبالتالي هيكون عندك وزن زيادة غصب عنك حتى لو انت منقص الاكل. عشان كده في ناس لما بتزعل يعني بتحس انها تخنت شوية. بالظبط. طبعا الحاجة التانية هو الحرمان او الاعتماد على انظمة غذائية سعرات الحرارية قليلة جدا لفترات طويلة. الجسم دايما بيميل الى مكان عليه، فبالتالي بيبتدي الجسم يقلل. انت اديتي له 500 سعره حراريه اللي هو قليل جدا، يبتدي الجسم يقلل من استهلاكه للطاقه لحد ال 500 سعره حراريه اللي انت بتديهم، فيبتدي الجسم يحرق اقل من اللي انت بتديه، فبالتالي برضه هتزيدي في الوزن. فلا بديل عن الانتظام على الاكل، النظام الغذائي المتوازن اللي الدكتور بيحطه بناء على معدل التمثيل الغذائي بتاعك، بناء على معدل ايه الزياده اللي عندك، وتبتدي تلتزم لفترات معينه وبتحقق النتائج.